تفضل. مقدمة تاريخية كان مفروض الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، لأن شعوب الخليج تنتمي لنفس التاريخ ونفس الجغرافيا، فقد صمد مجلس التعاون لدول الخليج العربية كأنجح منظمة إقليمية في الشرق الأوسط. لكن ليس من الدقة أن نقول أن المجلس هو تجربة التعاون الوحيدة بين شعوبه، فقد سبقها تعاون لو نظرنا إليه خلال القرنين الماضيين فقط لوجدنا أنه قد تم بمنهجية وانتظام في ثلاثة أشكال. الشكل الأول كان التعاون من خلال سلطات الحماية البريطانية، فقد كانت هناك الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات التي ربطت شيوخ المنطقة فيما بينهم. هذا التعاون القسري كان خطوة توحيد كبيرة بين عرب كانت الخلافات وحلها سمة الاتصال الغالبة بينهم. النوع الثاني من التعاون كان التعاون التكافلي تحت الحماية البريطانية أيضا، وكانت أوضح صوره في الخمسينات والستينات، فالأفكار التي كانت تهب على جنوب الخليج العربي من الكويت في نظر بريطانيا كانت هي البديل الأفضل من رياح القومية الناصرية. كما كانت بريطانيا تريد أن تستقطب جامعة الكويت الطلبة الخليجيين بدلاً من جامعة القاهرة. التعاون الثالث الذي كان قائماً قبل قيام مجلس التعاون كان من خلال المؤسسات الخليجية بعد الاستقلال، فقد دخلت دول الخليج مثلاً الست كطرف قائم بذاته في مؤتمر طهران للتوفيق بين شركات النفط. أيضاً كان هناك اتفاقيات ثنائية للتعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي. التعاون الجماعي شمل ما يزيد على 20 مؤسسة، وكل هذا قبل قيام مجلس التعاون، منها الحوض الجاف، بنك الخليج الدولي، طيران الخليج، وكالة أنباء الخليج، جهاز الخليج، والعديد من المؤسسات الأخرى. أيها السادة، التعاون المؤسسي الأوضح لا شك أنه تحقق من خلال مجلس التعاون الذي بدأ خطواته الأولى في مايو 76 بدعوة من الشيخ جابر الأحمد رحمه الله. تلك الدعوة لإنشاء وحدة خليجية بهدف تحقيق التعاون في جميع المجالات، تلاها دعوات للوحدة نادت بها بقية دول المجلس، ثم اللقاء على هامش مؤتمر القمة العربي في الأردن سنة 80، مؤتمر القمة الإسلامي في 81، وأخيرا المؤتمر التأسيسي في أبوظبي 1981. إن من الوفاء أن نقف احتراما لشخصيات ظهرت بالغة المهابة أمام نافذة التاريخ، وهم الآباء المؤسسين من قادتنا الذين تستعصي إنجازاتهم على الاختزال، والذين رحلوا عنا سائلين الله الذي وسعت رحمته كل شيء أن يحسن مثواهم وأن يمتع بالصحة والعافية من لا يزال منهم على قيد الحياة. فقد كانت النقلة الذهنية والحضارية التي قاموا بها صناعة جديدة لتاريخ المنطقة، وهي نقلة حين نقرأها في ثنايا قراراتهم وبياناتهم التي صدرت حين قيام المجلس، نجدها تستمد مفرداتها من قاموس ذهني سطوره حب الخير لأبناء الخليج. أيها السادة، إن من الوفاء أيضا أن نشيد بالدور الذي لعبه كل من استلم منصب الأمين العام لمجلس التعاون، فقد دعا النظام الأساسي للمجلس إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدته، وهي جمل لا ينقص لا يعني قصرها قصر رؤيتها، لكن المهمة الملقاة على عاتق الأمين العام والأمانة العامة لم تكن سهلة، فقد كان من واجباتهم وضع استراتيجية الفكر السياسي لمجلس التعاون، وكان عليهم أن يستندوا إلى النظام الأساسي لتوحيد الأنظمة والقوانين وجميع المجالات وصولا إلى وحدة المنطقة. لكن النظام الأساسي لم يحدد نوع الوحدة ولا شكل الوحدة ولا آلية الوصول إلى هذه الوحدة، كما كبل النظام الأساسي يد الأمانة العامة، مع أن الأصل في الأمور هي أن يكون عملها عابرا كافة السلطات الخليجية. أيها السادة، لست بصدد الإنجازات أو تعداد العقبات التي واجهت مسيرة مجلس التعاون، فماضيه هو قاضيه،
كما ستتكفل أوراق أخرى في هذا المؤتمر بتلك الجوانب. لكننا سنقف عند بعض المحطات التاريخية التي مر بها المجلس، ومنها قيام المجلس نفسه، حيث لم يكن قيام المجلس وفق قراءات متأثرة بالبعد الأمني منفردا، ولا وليدة رغبة سياسية أو اقتصادية فحسب، بل استجابة لتحديات مشتركة واجهت دول المجلس جميعها. لذا تم تجاوز صفة إطار التعاون المفرد إلى صيغة شاملة للتعاون وكمعاهدة مشتركة ليس لها صفة عدائية، حيث كان المؤسسون على المؤسسون الأوائل إقناع المحيطين بنا أنه نظام إقليمي فرعي لسد الثغرة في النظام الإقليمي العربي. أما ثاني المنعطفات فكان الحرب العراقية الإيرانية، وقد نجح المجلس في تعريب هذه القضية من خلال اللجنة العربية السباعية، كما نجح في وضعها على جدول أعمال مؤتمر القمة، ونجح أيضا في تدويلها من خلال دفع مجلس الأمن لإصدار القرار 598 والذي توقف القتال بناء عليه. ثالث هذه المنعطفات هو الغزو العراقي الغاشم وتحرير دولة الكويت. فقد عقدت قمة التغيير والتحرير في الدوحة 1990، وجاء فيها أن سياسة المجلس تتمثل في الانسحاب الفوري التام بلا شروط وعودة الشرعية، لا مساومة على الأرض ولا مكافأة على العدوان ولا ترتيبات مؤقتة أو حلول جزئية. أيها السادة، لقد كان التعاون الخليجي قائما بالفعل قبل قيام المجلس، وقد تحول من التعاون المفروض من خلال بريطانيا لتسهيل وجودها ومن خلال التعاون التكافلي والمساعدات بين دول الخليج إلى تعاون مؤسسي من خلال اتفاقيات ثنائية. ثم جاء المجلس كنقلة فكرية وحضارية على طريق العمل المشترك، وتجاوز العديد من المنعطفات، ولا زال هناك الكثير من الخطط في ذهن صانع القرار الخليجي لتطوير مجلس التعاون. فهناك رؤية مملكة البحرين، وآراء خادم الحرمين الشريفين، وورقة دولة الكويت، ورؤية دولة قطر، وفكرة السلطان قابوس لتطوير درع الجزيرة، وما لدى الإمارات العربية المتحدة من مقترحات. وفي الوقت نفسه لم يغيب عنا قلة تفاعل المواطن الخليجي مع مسيرة المجلس، مصحوبة بكثير من البطء من النقد لبطء تحركه وقلة الحماس لمنجزاته. يقابلها على الطرف الآخر ما يفيد بأن المواطن الخليجي يريد من المجلس أن يكون حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه أن يكون السوق الأوروبية المشتركة، وأن يركض كما قيل قبل أن يحبو. فمجلس التعاون والحالة كهذه ما هو إلا حلقة من حلقات التطور التاريخي للتعاون الخليجي. أيها السادة، إن شرف الغاية يحتاج إلى وضوح الرؤية، لكن المنظمة الإقليمية المسمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن قراءتها من خلال التطور التاريخي لمسيرتها من جوانب عدة غير التي أردنا أن نراهن بها على المستقبل. الجانب الأول أن مجلس التعاون هو نهاية التاريخ الخليجي بعد استعارة مفهوم نهاية التاريخ عند فرانسيس فوكوياما. فما سيأتي من تعاون خليجي مستقبلي لن يخرج عن ما وصل إليه المجلس حاليا، أو ما يسمى في أدبيات المجلس بالتكامل. التكامل بوتيرته الحالية المتأنية المثخنة بقضايا السيادة وبتبعات إجراء تعديلات هيكلية وتغيير في التشريعات واستقصاء شامل لآثار كل خطوة مهما صغرت في العمل المشترك. أما القراءة الثانية فهي أن المجلس مرحلة انتقالية استنفذت بها جل أغراضها ووصلت إلى الحدود القصوى للتحرك في دائرة التعاون المشترك. أن الوحدة الخليجية التي نص عليها النظام الأساسي في مادته الرابعة، وهي كما أسلفنا الرهان على المستقبل، توجب البت في رسم خريطة قيامها. فلتقم الوحدة الخليجية كخطوة للأمام، وليأتي التكامل الذي طال أمده داخل إطار هذه الوحدة، أو فلنبحث عن صيغة أخرى وهياكل للتعاون جديدة بديلة لهذا المجلس الانتقالي. أيها السادة، إن الحذر من الاستغراق في التاريخ
والابتعاد عن الواقع يجبرنا على أن يكون المستقبل ومتطلباته هو مرجعيتنا الوحيدة، وقد نضطر في سبيل ذلك إلى نسف العديد من القناعات شبه الراسخة، ومنها حقنا في أن نتساءل: هل اقتربنا أم ابتعدنا 30 عاما عن الوحدة الخليجية التي نص عليها النظام الأساسي ويصبو إليها المواطن الخليجي في دول مجلس التعاون؟ والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الورقة المطروحة بالنسبة لي في سياق مراجعة فكرة مجلس التعاون وتجربة مجلس التعاون، وهي خطوة مهمة جدا كما يعني وضعها مركز أبعاد لأجل تقييم الفكرة، ومن خلالها نتحرك من التقييم، من حالة التقييم إلى حالة طرح فكرة وحدة الجزيرة العربية، وهي الجزيرة العربية تضم دول مجلس التعاون إضافة إلى اليمن كجزء أصيل من الجزيرة العربية من ناحية الجغرافية. عندما أتيت لأتكلم، وهي الورقة التي كلفت بها من مركز أبعاد، عن إنجازات مجلس التعاون، الحقيقة توقفت كثيراً